صحيح. من الأمور الجميلة في منتدانا أن يجمع هذا التلاقح بشعر الزجل اللبناني والفصيح، وأيضا لدينا نذكر بالأوبن مايك الإنجليزي الذي سوف يعلن عنه قريبا، واللهجة العراقية. فهذا التلاقح ينتج إن شاء الله عسلا وشهدا. مارلين ديب المحامية السورية القادمة من أرض الياسمين إلى أرض الولايات المتحدة، تكتب باللغة العربية الفصحى من النثر والخواطر العربية، ونشر لها في مركز اللغات الدولية في ماد كوليدج في فلينت. أتت اليوم لنسمعها ونسمع ما سوف تجيد، فأهديها هذين البيتين أيضا، لأنه واجب الضيف علينا إكرام كل ضيف يأتينا إن شاء الله. مارلينو جاءت من شآم الياسمين، في حرفها حب وآهات الحنين، أهدي لها هذه الحروف لعلها تبقى لها ذكرى على مر السنين. مع الكاتبة مارلين ديب. شكرا للمنتدى الثقافي بديربون على استضافتي، وبتمنى دائما لكم التوفيق والازدهار. دول اللي كتبتهم هلا من وحي الغربه والم الغربه. كباده حديقتنا، ودعناك منذ اشهر وقبلنا وجنتيك ومسحنا دمعتيك، ووعدناك بأن نعود إليك بعد شهر أو شهرين على الأكثر. سامحينا، فمرت الشهور وما استطعنا وفاء الوعد. ودعناك وتركنا منزلنا وحديقتنا في أمانتك، ووعدناك أن نعود لنعقد منك المربى الكبادي. سامحينا، فما استطعنا وفاء الوعد. ودعناك وخبأنا في صدرك مقتنياتنا، أشياءنا الصغيرة مرايانا، موائدنا كؤوسنا، وعزوبة مداعبتنا لأوراقك. أعرف أنك الآن حزينة وحيدة، مشتاقة لتستمعي إلى أحاديثنا، ونحن نشرب القهوة بقربك ونسير غيرتك، ونحن نلبس أطواق الياسمين. انتظرينا يا حبيبتي، لنعود نلملم ملامح وجوهنا من فوق كباداتك. وابقي شامخة، وابقي راسخة، وتمسكي بأرضك بجذورك، فببقائك يبقى الأمل ويبقى الخير ويبقى الكرم. واركعي وتضرعي إلى الله ليزيل كل الشر الذي تفشى في سوريتنا. انتظرينا، فسوف نعود، وسيعود الفرح ليعم في بيوت الشام، وستعود البيوت لتضاء، وسيعود السلام والأمان، وستعود الموائد لتمد، موائد الكرم والعزة والكرامة، موائد أهل الشام. أو هلأ أي واحدة تانية. مخالب الغريب. عفوا، الكبات نحن في العراق نسميه القرنج. مربى القرنج ما طيبه وما أدلش. لا عيني عليه. أيوة. هو مظبوط، هي الشجرة أنا بحديقتنا إلها يعني. نعم. إلها معزة خاصة عندي. هلأ المخالب الغريب. في هذا العالم الجديد لم أجد شخصاً يشبهني، لم أجد شخصاً يفهمني، لم أجد أي شخص يشبه من أعرفهم في عالمي القديم. فالجميع في عالمي الجديد يتكلمون بأحاديث غريبة عني لا أعرفها،
لا أفهمها وتصرفون تصرفات غريبة لم أعتد عليها. فحبست نفسي في شرنقة صغيرة وخضتها على مقاسي وانعزلت عن هذا العالم الغريب إلى أن رأيتك أنت. أنت الغريب والبعيد، ففي أول لقاء لنا رأيت أنك تشبهني. أحسست أنك تفهمني. أحاديثك تشبه أحاديثي، تصرفاتك تشبه تصرفاتي، أفكارك تشبه أفكاري، فأنت تشبه أشخاصا من عالم القديم. ولكن ورغم ذلك بقيت بعيدة عنك، فأنت غريب وأنا أخاف الغرباء. التزمت الصمت أراقب ما يدور حولي، وأنت من كان يدور حولي. تسمعني أحلى الكلمات وتعزف لي أجمل الألحان، وبدأت أرى فيك شعاع الأمل في عتمة الليل المظلمة. بدأت أشق شرنقتي رويدا رويدا لأخرج منها، وتهيأت للطيران في هذا العالم الجديد والغريب، وتجاهلت كل تحذيرات الأهل والأصدقاء الذين طالما قالوا لي احذري من الغرباء. فنحن جبلنا من رحيق الياسمين، أما هم فجبلوا من حجر وطين. ونسيت كل ما كان ولم آبه لما هو آت، ولم أعرف آنذاك بأنك أنت هو من سيعيدني إلى شرنقة القديمة ويجعلني أحكم إغلاقها بالمفتاح وأرمي هذا المفتاح في أعماق البحار. جعلتني أخاف أكثر من هذا الزمان، علمتني أن لا أبتسم بوجه الغرباء، وأصبحت أمشي وأعبس في الوجوه ولا أرد السلام. تعصف الأفكار في رأسي وأقول لنفسي سأسأله لماذا أنا وما كان قد نوى. هل وجدني لعبة جديدة لم يتعود على رؤيتها من قبل وأراد اكتشاف أسرارها وخوابيها؟ أم هل استخدمني كجسر ليعبر عليه وينسى أحزانه القديمة التي لم يعد يحتملها؟ ثم أعود وأقول لا، لن أسأله. ولماذا أسأله؟ فهو سيكذب كالمعتاد، وإن صدق الحديث فما هو الدليل؟ وكيف سأعرف الحقيقة؟ لن أعرف ولا أريد أن أعرف. كل ما أريده الآن أن تدور بي شرنقتي عبر الأزمان وتعيدني إلى حيث كنت قبل هذا الأوان، وأجد أحد قدام الأصدقاء وقد عثر على المفتاح ليفتح لي شرنقتي ويقول لي أهلا بعودتك إلى عالمك، عالمك الذي عشت فيه في الزمان. أهلا بك بعالمك الذي انتظرك وهو مشتاق لك طيلة هذه السنوات، وجلس حزينا على غيابك الذي طال. وسأعود لأعيش في عالمي الأصلي المليء بالزهور والطيور والفراشات، محاطة بالأهل والأصحاب، وأنسى عالمك الغريب المليء باللآلئ والجواهر والذهب الرنان، ولكنها كلها عبارة عن وهم ونفاق، وللأبد سأنساك.